طقوس احتفالات متميزة وشاشات عرض جلجلت قاعة التتويج استعدادا لتسليم الفائزين جائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة، تلك الجائزة التي تمنح لمن يعتبرون نجوما مضيئة في عالمنا الإنساني تقديرا لإنجازاتهم في ميادين مختلفة. أولا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين وأشكر لكم مشاركتنا في هذه الليلة في الدورة الرابعة لجائزة مكة للتميز. جائزة مكة للتميز الحقيقة تقويمها كتجربة أنا أتركه لكم في الإعلام وبالذات قناتنا قناة المجد وتواصلها الدائم والمستمر مع جائزة مكة للتميز بشكل خاص ومع كل الأنشطة الحقيقة اللي تقوم في منطقة مكة المكرمة. لكن لو عدنا بالجائزة أصلا كهدف وكرسالة، هي الجائزة حلقة من حلقات استراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة وتركز بشكل أساسي على إبراز المتميزين من الأفراد ومن المؤسسات ومن الشركات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإبراز هذه الجهود والاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله. تتميز الجائزة بأنها الأكثر التفاتا إلى الإبداع الحضاري لإنسان مكة المكرمة وإلى كل من يسعى لتطوير مواردها البشرية، يتقاسمها 8 فائزين أو 7 وتمنح سنويا في حفل عام يأمه العديد من الشخصيات والأعيان تشجيعا ودعما لمن تخطط إنجازاتهم آفاق التميز. التتويج هذا العام زاده تألقا إعلان الأمير خالد الفيصل تدشين نادي التميز والذي سيضم بين جنباته كل من فاز بالجائزة على مدى سنواتها الأربع، ولتكون العضوية لهم كمؤسسين يمارسون من خلالها ترشيح الأعمال المختارة، فيما كانت السعادة الأكبر من نصيب الفائزين والمتوجين لهذا العام.